لافي الليلي شو هاي؟ هاي مستحضر من أعشاب خاصة، وبتعرفوا شو؟ بعد ما ياخدها الواحد بصير ورفيقي دافي مجنون كتير بصوت هالبنت اللي مفكرة حالها شغلة مهمة، بس من بعد ما رح تاكل من هاي ما رح تقدر تغني، وإذا هالتافهة ما طلع بإيدها تغني وقتها دافي ما رح يقدر يعرف إنه هاي البنت المجهولة يلي جانن بصوتها هي نفسها جياتري. تعرف شو بدي واعمل اللي قلته وإلا رح ننبسط كتير. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.